بأناملهن يحضرن ما لذ وطاب من حلويات، ويصنعن لأنفسهن وضعا اجتماعيا يقيهن سؤال الحاجة. هن أرامل ويتيمات غيرت جمعية الريان للأعمال الخيرية حياتهن، مشروع إنساني ابتدأ بفكرة ليتحول إلى نموذج ناجح للعمل الخيري في مدينة الرباط. دينا بواحد العدد ديال الحالات، اليوم في سنة 2019 وصلنا ل 560 حالة ديال الأرملة. واحد من المحاور اللي كتشتغل عليها جمعية الريان هي إعادة تأهيل الأرملة والبنات ديالها. الهدف ديالها هو أن الأرملة تكون عندها واحد الكرامة ديال العيش، العمل كيوفر الكرامة ديال العيش، ما يبقاش الإنسان دائما كيتسنى المساعدة. إلا كان عندها واحد لو ديبلوم وكان عندها يعني ظروف ديال العمل مستقرة، كتعطيها واحد الكرامة ديال العيش، كتعطيها استقرار في البيت ديالها. قالت لي الاخت ديالي تما، ودابا انا اللي مكفله بهم، وكنمشي نطلب الخدمه وداكشي، وما اللي كيشوفوا عندي الدراري ما كيقبلونيش في الخدمه. واحد السيده رشدتني لهذه الجمعيه هذه باش يساعدوني. حكايه اخرى لحب فعل الخير والتطوع من اجل مساعده الاخرين من مدينه الدار البيضاء. شباب في مقتبل العمر يحملون هم فئات محرومه بتنظيمهم لقوافل طبيه في عدد من قرى المغرب. هذا العمل اللي هو اجتماعي محض 100%، كنلقاو فيه نفسنا وكنلقاو باننا كنقدموا من خلاله مساعدات كبيره لهذيك الساكنه. القوافل ديالنا طبيه مجانيه متعدده التخصصات، يعني بالمجان فابور، كتكون بتشارك مع الاطباء. فعل التطوعي الخيري هو الحياه اون جينيرال، يعني باختصار في كلمه لبغيتي هو الحياه. حالات من بين أخرى لأشخاص قرروا خدمة الإنسانية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي بشكل منظم، قد لا تنفي وجود استثناءات تتجاوز أهدافها البعد الإنساني. سنة 2017 اهتز الرأي العام المغربي على وقع حادث أليم تمثل في وفاة 17 امرأة قروية بسبب التدافع من أجل الحصول على هبات عينية. حادث خلف ردود فعل كبيرة عقبه إصدار أول قانون منظم لجمع التبرعات يعاقب كل مخالف لها. فدوى المرابط، قناة الغد، الدار البيضاء.